السلام عليكم اخواتي ابناء الوطن العربي الكرام، واهلا بكم في الدرس رقم 43 من كورس سوليد وركس. في الدرس ده ان شاء الله هناخد ثالث اوبشنز في برنامج سوليد وركس، وهو الاسمبلي. اخذنا البارت والدرونج، وعرفنا ازاي نصمم بارت، وعرفنا ازاي نستنتج له المساقط الثلاثه بتوعه والقطعات والكلام ده كله. فاضل لنا جزء الاسمبلي اللي هو انت معاك مجموعه بارتس وعايز تجمعهم مع بعض في ماشين او ميكانيزم زي ما اتفقنا في اول درس، تمام؟ ده الجزء اللي احنا هنشتغل عليه، او دي المشين اللي احنا هنشتغل عليها، عباره عن سيفتي فالف، تمام؟ مكون من 8 اجزاء. دي طريقه التجميع بتاعته، دي طريقه التجميع بتاعته، ودي صوره للاجزاء بتاعته عشان لو انت عايز تصممه يعني. كمان دي مجموعه البارتس مصممه على برنامج السوليد، تمام؟ انا مصممها، تقدر هنزلها لك في فولدر هتلاقيه تحت الفيديو عشان لو عايز تحملهم وتشوفهم وتدرب عليهم مع نفسك، تمام؟ كمان في موقع على النت اسمه جراب كاد، موقع جراب كاد اهو، تقدر تدخل على الموقع ده هتلاقي عليه مجموعة تصميمات زي حاجات زي كده الناس مصممينها ومشاركينها على المقطع على الموقع. كل اللي عليك اللي انت تعمل تسجيل في الموقع وتعمل عليه اكونت، وتقدر تحمل اي ديزاين من ده وتحمل البارتس بتاعته وتصممه مع نفسك، تمام؟ هنبدأ مع بعض اللي احنا نجمع البارتس ديت. اقول فكرة بسيطة عن التجميع اللي هي او طريقة التجميع اللي في الصورة دي. هنجمع بارت 2 مع بارت 3، بعد كده بارت 5 هركبه في بارت 2، بعد كده هركب بارت 6 في بارت 5، بعد كده هركب بارت 7 في بارت 6، بعد كده هركب بارت 4 في بارت 7، بعد كده هركب بارت 3 في بارت 4، وهزنق بالصامولة ديت هركبها على بارت 3، تمام؟ أول حاجة ندخل على البرنامج نختار اوبشن بتاع اسمبلي، اقول له اوكي، تمام. من قائمة insert component ادرج يعني ادراج component او ادراج البارت اللي انت عايز تجمعه، اقول له insert، واختار من قائمة browse، افتح مكانه ده في مكان البارت. جمع احنا قلنا بارت واحد هبدأ بيه، اضغط على بارت واحد ضغطتين ضفت بارت واحد، تمام. بعد كده قلنا هندخل بارت 2 في بارت واحد. القطر الخارجي بتاع بارت 2 ده هو بيساوي القطر الداخلي في بارت واحد. تعال نشوف نتأكد، اهو بارت واحد القطر الداخلي بتاعه فاي 32، وبارت 2 اهو القطر اللي هو هيدخل فيه اللي هو القطر ده كان فاي 32 اهو، تمام. هاجي اعمل ادراج لبارت 2 من insert component براوز، اقول له ضيف لي بارت 2، تمام. اهي حطه هنا، تمام. عايز هركب الفاي ال 32 دي في الفاي 32 دي من قائمة ميت، افتح قائمة ميت واقول له انا عايز احط الفاي دي او السطح ده، احدده حط وحدد السطح اللي جوه ده، هو يختار لي اقرب علاقه ليهم هما الاثنين، اقرب علاقه ليهم هما الاثنين. العلاقات هنا هيت وجايبها لك قدامك هنا كمان، تمام. يعني في المربع ده هو المستطيل ده جايب لك فيه العلاقات اللي انت تقدر تستخدمها، وكمان العلاقات هنا اهي، تمام. هو اختار لي العلاقه اللي هي كونسنتريك، كونسنتريك يعني الاثنين يبقوا منطبقين على بعض او السنتر بتاعهم في بعض، تمام. اقول له اوكي انا عايزهم كونسنتريك. بعد كده بص كده، لو مسكت الجزء ده اهو بيطلع ويدخل، بس ما بيجيش لا يمين ولا شمال ولا اي مكان خالص، هو بيتحرك فيرتيكال بس، تمام. طب انا عايز اثبته، بص بيدخل جوه، حتى بيدخل جوه بيخرج. فانت عايز ايه؟ عايزين نثبت الجزء ده في الجزء ده. لما ادخل كده، لما ادخل الجزء ده هنا، فالمفروض يقف فين؟ يقف لحد لما السطح ده يركب على السطح ده، تمام. طيب هاجي هنا اهوت من قائمه ميت، اهي قائمه ميت اللي انت بتستخدمها في كل حاجه، قائمه ميت اهيت، اقول له انا عايز السطح ده، تمام، مع السطح ده، فهو اختار لي اقرب علاقه بيهم اللي هما ايه؟ كونسيدنت، الكونسيدنت اللي هما منطبقين على بعض، اقول له اوكي،
تعالى كده حرك جزء رقم 2 ده، مبيتحركش خلاص، ثبت فيه جزء رقم 1. تمام، بعد كده الجزء اللي هيركب هيركب 5 في جزء 2. اجي اعمل insert component، اقول له اوكي، اعمل insert component، اقول له افتح من براوز، اقول له بارت 5. تمام، ادي بارت 5 اهو. تمام، بعد كده عايز اعمل له موف، اجيبه فوق الجسم هنا اهو، اجيبه فوق الجسم هنا اهو. تمام، من قائمة موف اهو، موف كومبوننت، اقول له واجي على الجسم ده كده اهوت، واحطه فوق نقط عشان يبقى على استقامة المكان اللي هو هيدخل فيه. تمام، اقول له اوكي. بعد كده هاجي انا عايز ادخل البارت ده، وعايز اكبر شوية، عايز اجيب السطح ده اهو، السطح ده الاوز، اربطه مع الالاوز ده. تمام، اكبر اكبر لحد لما اجيب سطح. تمام، سطح هنا ما لقيناش سطح، طب هتعمل ايه؟ ما لقيتش سطح، مش يعني لو جيت على الالاوز ده كده اهوت، وجيت على الالاوز ده مش هيعمل لك ايه يعني الالاوز اهو. ناخد الاول ميت. تمام، استنى اشيل الايدج دي من قائمة ميت اهو، مش هتلاقي سطح. لو جيت عملت السطح ده مع السطح ده، تمام، هو مش هتلاقي ليهم علاقة. تمام، في الاثنين الالوز بيبقى الموضوع صعب شوية. تمام، اقول لك تعمل معاه ايه، اقول لك تتحكم فيهم ازاي. هتكبر شوية، لو لقيت سطح دوران هنا الالوز مقطوع مثلث، فمش لاقي له سطح، تفضل تكبر تكبر، ادي السطح بتاعه اهو. تقدر تختار السطح ده، ثواني عايز السطح، تختار السطح المايل. لا، مينفعش السطح المايل يبقى على سطح مايل، انا عايز السطح ده. تمام، مش هتعرف تجيب. طب اقول لك على حاجة تانية، اقول لك على حاجة تانية، هتيجي من هنا. تمام، الاسمبلي دي معانا الاجزاء اهيت البارتس، اقول له افتح بارت 2 اللي انا هجمعه. تمام، وهاجي على الفرونت بتاعه، اختار مسقط الفرونت، وهفتح بارت 5. بعد كده هفتح بارت 5، فين بارت 5 اهو. تمام، افتح التري بتاع بارت 5، واجي اخد الفرونت بتاع بارت 5، فبقوا على بعض. تمام، اعملهم كونسيل. تمام اهو، بعد كده اقول له اوكي. بعد كده افتح اخد ميت تاني، اقول له انا عايز الرايت، مسكت الرايت مع الرايت بتاع بارت 5 اهو، واقول له اهو، اختار لي الكونسيدنت مع بعض، اقول له اوكي، يبقى كده جمعهم لي مع بعض. اقدر ان انا ايه، حرك رايح جاي في ارتفاع افقي او في مسار افقي، في مسار فيرتيكال راسي، بس ما اقدرش احرك لا يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا، هو فيرتيكال بس. تمام، نفس الكلام هيقول له السطح ده، عايز السطح ده مع السطح ده، واخدهم لي هما الاثنين ايه، كونسيدنت، واقول له اوكي. كده ثبت الجسم رقم 5 او البارت رقم 5 في البارت رقم 2. تمام، بعد كده قلنا اخد البارت رقم 6 اركبه في البارت 5، اعمل انسيرت، اقول له اوكي خلاص، اخد انسيرت كومبوننت، اقول له مين تايم براوز، اقول له البارت رقم كام، نسيت البارت رقم 6، اعمل انسيرت البارت رقم 6 اهو، اجيبه هنا. طب انا لو عايز الف الجسم ده، لو عايز اتحرك الفه اخليه دوران او اخليه مايل من قائمة موف دي، اقول له ايه، روتيت. لو انا عايز الف الجسم او تمسك الجسم تلفه في الاتجاه اللي انت عايزه. تمام، اوكي، اروح لقائمة ميت. تمام، اقول له انا عايز السطح الداخلي ده اهو مع السطح الخارجي ده، هو خد لي هما الاتنين ايه، كونسنتر. تمام، اقول له اوكي. بعد كده اقول له انا عايز السطح ده مع السطح ده، اقول له الاتنين ايه، كونسنتر. تمام، اقول له اوكي. كده السطح ده ثابت فيه، او البارت ده ثابت فيه البارت ده. بعد كده هضيف البارت اللي بعد كده، اللي هو قلنا اللي هو ايه، هيبقى البارت 7 اللي هو الجاي.
هعمل انسيرت للرقم 7 بارت رقم 7 هنا اوكي اقول له انسيرت كومبوننت افتح من قائمة براوز واقول له بارت 7 اهو تمام كده حطينا البارت كده خلاص الفيديو خلص ان شاء الله انتظروني في الدرس القادم باذن الله بس قبل ما ابدا الفيديو دوت حاول تفكر معايا ازاي هتركب الياي ديت في البنس ده تمام شوف فكر انت هتركب الياي دي ازاي في البنز ده تمام طبقوا الحاجات ديت قبل ما تدخل في الفيديو القادم باذن الله شكرا لكم السلام عليكم